بحلقات الدبكة ومظاهر الابتهاج كان استقبال الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير في غداء تكريمي أقامه على شرفه رئيس المركز اللبناني للدراسات الدكتور أنطوان سعد. المناسبة لم تخلو من المواقف السياسية، إذ اعتبر النائب جورج عدوان الذي مثل الدكتور سمير جعجع أن تكريم الصفير يتم كل يوم عند الإدراك أن صون لبنان لا يكون بالتسكع عند الوصاية. يلي منه سليم أنه يلتقى أشخاص من بعد ما رئيس الجمهورية أيد التمويل ورئيس الحكومة مشي فيه ورئيس مجلس النواب لقاله الإخراج، يقولوا أنه المحكمة يلي كل هؤلاء المسؤولين مشيوا فيها ومولوها أنه هالمحكمة إسرائيلية وأمريكية. ما بدكم تمويل المحكمة؟ تفضلوا استقيلوا من الحكومة. النائب نهاد المشنوق توجه بكلمة إلى صفير. دافعت عن اللبنانية الصعبة والعروبة الأصعب في زمن التسويات التاريخية، فما عدنا نفرق بين بطريرك الطائف أو طائف البطريرك، ولم تعترف ولو للحظة واحدة بالترجمة الأمنية السورية المشوهة للاستقرار الدستوري اللبناني. صفير شكر الحاضرين سائلا الله أن ينقذ الوطن. الشاعر الجاهلي قال: ماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40؟ أما أنا فقد جاوزت الحد 80. وكانت كلمتان لكل من سعد والزميل وليد عبود نوهتا بمسيرة صفير، كما قدم الاحتفال الزميل جون خولي.